والعوذ هو الهرب من المخوف، واللوذ هو الطلب. العوذ هو الهرب والخوف، واللوذ هو الطلب والرغبة. وإذا كان المتنبي شاعر يقول لسيف الدولة الحمداني: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ألوذ به فيما أؤمله، يعني أذهب إليه طلب ما أريد، وأعوذ به مما أحاذره. فالعوذ هو طلب النجاة، أو طلب الدفاع عنه، أو طلب الإغاثة، هذا هو العوذ. ومنها قولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله بقوته وحوله أن يحميني من الشيطان الرجيم.